إذا بدنا نحكي عن التقشير البارد. التقشير البارد هو تقشير الطبقة الخارجية للبشرة بطريقة آمنة جدا، وهو مناسب لكل أنواع البشرة وألوانها. سمي بالبارد لأنه ما بيسبب تهيج أو احمرار أو حرارة بالبشرة مثل التقشير الكيماوي، بسيط مقارنة له، ولأنه نسبة الأحماض فيه أقل تركيزا. شو فوائده؟ بقلل البقع الداكنة وفرط التصبغ، فعال في علاج الكلف، ينظم إفراز دهون البشرة، وبيفتح لون البشرة، يقلل من الآثار التي تظهر مع تقدم العمر، شوية على التجاعيد الرفيعة، المسام الواسعة، كمان بيأثر على البقع اللي تظهر مع تقدم العمر، بعالج النمش والندب وحب الشباب، بيحفز إنتاج الكولاجين، بقلل من ظهور التجاعيد، بيقلل المسام والبثور.